تخرجي، انك تحطي ميك اب كتير، انك ما تغسليش وشك كويس قبل ما تنامي. طيب دي اهم الاسباب اللي احنا يعني بتسبب لنا التجاعيد. ازاي بقى نقي نفسنا من ظهور التجاعيد؟ اكيد كل الحاجات دي هنريفرس تاني. يبقى الشمس نحاول نبعد عنها قدر المستطاع، ودايما نستخدم واقيات الشمس المناسبه لنوع بشرتك اللي الدكتور بتاعك هيكتبها لك. وبرده مش معناها ان احنا نطلع نمشي في الشمس، يبقى برده نتجنبها، بس نبقى حاطين الواقي عشان نقلل الدمج اللي ممكن يحصل. طبعا التدخين حاجه صفه سيئه، المفروض ان احنا نحاول نوقفه تماما او نقلله بالتدريج. المدن بقى الصناعيه والحاجات اللي فيها عوادم دي حاجه مش هنقدر نتخلص منها، بس على الاقل يعني احنا ممكن ناخد بقى مضادات الاكسده عشان خاطر نقلل الشقائق الحره اللي بتنتج عن التدمير او التكسير اللي بيحصل في بشرتنا. طبعا تنظيف البشره بالغسول المناسب، الكريمات المرطبه المناسبه، نغسل بشرتنا كويس قبل ما ننام عشان نسمح للبشره انها تتنفس، نشرب ميه بكميات مناسبه 3 ل 4 لتر في اليوم. اوكي، الكلام ده كله من الحاجات اللي بتقي من ظهور التجاعيد، بالاضافه بقى لعدم حركه الوجه بشكل مستمر بشكل دائم، ان حركه الوجه بتعمل زياده في حركه في العضلات التعبيريه في الوش بتسرع ظهور التجاعيد. طيب ايه بقى الطرق اللي احنا هنستخدمها لعلاج خلاص التجاعيد ظهرت؟ دي كل دي وقايه. التجاعيد ظهرت، في حاجات بنستخدمها ككريمات لو لسه التجاعيد بسيطه، بتعمل ريفرس للحاجات البسيطه دي تظبطها. طبعا الدكتور هو اللي هيختار لك الكريم المناسب لبشرتك، لان في حاجات كتيره رينج واسع من الحاجات دي، بس ده بيكون للسن الصغير شويه. طيب التجاعيد بقى اكثر ظهورا، محتاجين نتدخل. ممكن الحاجات اللي هي ناتجه عن حركه العضلات دي بتبقى محتاجه حقن البوتوكس، البوتوكس ده ماده نستخدمها عشان نضعف بيها عضلات الوجه فنقلل ظهور التجاعيد. برضو في الفيلر بيستخدم عشان الاماكن الغائره اللي دخلت نتيجه ترهل الوجه او كده، ونرفع بيه نشد بيه الوش. في الهايفو ده جهاز بنستخدمه عشان نشد بيه الوش اللي حصل بيه ترهل نتيجه الجاذبيه الارضيه وشد